بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا علمنا حتى نكون خير من قدرك حق قدرك، وزدنا محبة من لدنك حتى نزداد تمتعا بها وبمحبتنا إياك يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. قلنا السورة الكريمة، كذلك حاوت كلام من الله باتجاه أمهاتنا، أي نساء النبي عليه السلام، وعظهن بأن يتبعن الرسول عليه الصلاة والسلام، غير بحث عن البذخ اللي عادة النساء اللي عنده مسيلة بالقوات يحب يوصل بذخ ومن ورائه بذخ وبذخ. إما تبقاه كما قدر الله لنبيه الكريم أن يكون دائما متواضعا ومتميز بتوكله على الله وقانع بما أكسبه الله، وإلا إمساك المعروف أو تسريع بإحسان. وكذلك ربي سبحانه وتعالى شرع عدة أمور، منها إذا كان الزفاف لم يتم، لم يقع الدخول، كيف يكون الحل للطرفين. ثم نبينا من نال من الله مدد، هو أن يتوجه إلينا أن نكون متأدبين حين نبتغي الحضور عند النبي عليه الصلاة والسلام. أكلي باش صلعم وتدخل تحب وتقعد قد ما تحب، ماش في الإسلام. حتى المريض ما تطولش معاه، قد تكديره بكلامك الأرعن بقصصك التافهة السمجة. نسأل الله السلامة، ونعود بفضل المولى الذي وعدنا ولم يخلف ولن يخلف ما وعد به المؤمنين، كما كان وعيده من يحيط بالمعتدين ومقدمتهم المنافقين عبر الأجيال. ربنا اجعلنا من أهل السلام، آمين. يا سلام.